السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جات لي مخروطة من عند أختي اللي هي عاملة زي الشعرية دي وعاملة زي الأندومي دي، جات لي من عند أختي النهاردة. قلت أستغل الفرصة وقلت أعملها لكم على النار، أسويها لكم، يعني أوريكم بتتشوح إزاي على النار وبإيه. في ناس كتير ما تعرفهاش، هي دلوقتي بتتباع في المحلات واسمها مخروطة أو أدوسية. دي بتبقى طبعا بالشكل ده نية لسه، يعني هي اتعملت كده مستوية على النار كعجين وناشفة شوية كده، بس لما احطها على النار بحتة سمنة او زبدة اللي عندك تعملي بيه ما عدا الزيت طبعا، هتبقى كويسة وشكلها غامق عن كده وتبقى حلوة وتتاكل. يعني دي بتتباع في اي محل، محل طبعا معجنات، اللي بيبيع الرقاق، اللي بيبيع جلاش، الحاجات دي كلها اسمها مخروطة أو أدوسية. دي بتتاكل بكذا طريقة. بعد ما أعملها على النار بحتة الزبدة اللي عندي، هقوم أوريكوا شكلها يبقى عامل ازاي. وبتتاكل باللبن والسكر، وبتتاكل بالعسل الأسود، وبتتاكل بالمش اللي هي الجبنة القديمة، وبتتاكل بالجبنة البيضة برضك الحادقة. بس بوريكوا بقى بتتاكل بايه، عشان في ناس بتقول ما يعني ما بنعرفش ناكلها. اول مره نسمع انها بتتاكل باللبن، اول مره نسمع انها بتتاكل بالعسل. انا هوريكم ان هي بتتاكل بالحاجات دي واحده واحده معاكم كده. وهي اول حاجه جبت حله وحطيتها على النار اهي، واحط فيها زبده، دي زبده بلدي، هسيبها تسيح. النار واطيه عليها عشان ما تتحرقش الزبده، هسيبها تسيح. وبعد ما تسيح هقوم حط عليها المخروطة اللي هي الأدوسية. شوفوا انتوا بقى بتحبوا السمنة كتير، هي دي معلقة كبيرة كبيرة قوي مغرفة يعني. شوفوا انتوا بقى بتحبوا الزبدة كتيرة فيها، السمنة كتيرة فيها، براحتكم. بس هي بتبقى بصراحة جميلة لما الزبدة بتبقى كتيرة فيها، زبدة البلدي أو الزبدة البقري أو السمنة العلب، يعني براحتكم اللي عندكم حطوه، بس الزيت لأ. على فكرة حسيت انها قليلة، هحط حتة تاني قدامكم. وبعد ما تفك بقى هوريكم واحدة واحدة كده ايه محمر فيها المخروطة ازاي. مش محمرة يا جماعة، لا، يا دوبك ايه بخليها تشرب زي عاملة الكنافة كده لما بتحبي تعمليها على النار بالسكر والسمنة بس، لكن مش بتحمريها على النار ولا اي حاجه منها. وهي ساحه الزبده اهي قدامكم، احط عليها المخروطه. ده حوالي كيلو والنار واطيه، ها، عشان ما تلسعش منها. ساعات تبقى عامله كده هو، طبعا تفركيها كده هتلاقيها فكت من بعضها اهي، هي مش معجنه ولا اي حاجه، هي مستويه حلوه قوي. واللي هي بتلاقيها مقفوله على بعضها كده بتقوم يفكها من بعضها. اهي بصوا، بص الزبده رقتها ازاي اهي، بص بقت جميله ازاي. وطبعا سخنت على النار اهي، خدت السخونيه كلها، بس ما حمرتهاش يا جماعه. اهي قدامكم بصوا عملتها ازاي، وقلبتها، وقلت لما تلاقوا حاجه زي كده اهي تقوموا فاتحينها من بعضها كده اهي. ولو لقيتوها معجنه، حته فيها معجنه ولا حاجه، شيلوها اهي. انا هشيل دي اهي، بس كده هي خلصت. وعايزه بقى تتاكل باللبن والسكر او العسل او المش اللي هو الجبنه القديمه اهي. كلها اتشربت من بعضها وكده شكلها، بص عامل ازاي. وهي المخروطه حطيتها طبعا حبات صغيرين كده عشان اوريكم بتتاكل ازاي. اللبن اهو حطيت فيه السكر وسخنته، وهحط على المخروطه اهي اهي، تحطيها كده تبقى جميله قوي وتاكليها. طبعا مش هوريكم بتاكلوها ازاي. والمش هقوم جايباه بردك، هقوم جايباه كده وحطاه كده اهو. طبعا بكتير قليل زي ما انت عايزه، طبعا ده كتير فايه.
هجيب بقى اللي هو ده الطبق دوت، هحط عليه العسل اهو، برضو كل عسل تحطي كده تقريب اي طريقة بالطرق بتاعتك يعني، والعسل تحطي كتير قليل براحتك اهو. ووجبة سهلة قوي قوي وجميلة وهتحبيها انتي وولادك، وهتعملوها ممكن كل يوم. ويا رب يعجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.